هذا وأكد كمال رزيك أن بعد دخول اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر حيز الخدمة سترتفع حجم المبادلة التجارية ب 52%. دخول هذه المنطقة حيز العمل إن شاء الله من شأنه أن يرفع حجم المبادلة التجارية البينية بما يقرب 52% من حجمها الحالي، وبالتالي ستمثل 15% إن شاء الله في على المستوى العالمي، وهذا يعتبر رقم كبير ومقبول خاصة بالنسبة لقارة إفريقيا.